المسائية أهلا بكم، هذه أبرز العناوين. زخات درعا تافله الرعديه تخلف خسائر في الأرواح، ضحيتان إحداهما انتشلت جثتها اليوم. في ظرفية جفاف حاد، تحلية مياه البحر أحد المصادر البديلة التي تعمل المملكة على توفيرها. المغرب إثيوبيا، بحث عن تعزيز التعاون في مجال الدفاع، رئيس الأركان الإثيوبي في زيارة إلى الرباط. أهلا بكم. فيضانات أقاليم درعا تافيلال تتسبب في خسائر طالت الأرواح. في جماعة إغرم نقدال التابعة لإقليم ورزازات عثر اليوم على جثة فتاة كانت جرفتها السيول يوم الجمعة الماضي، وكانت عمليات البحث التي باشرتها القوات العمومية المختصة أسفرت قبل ذلك عن العثور على جثة امرأة والضحيتان من عائلة واحدة. السيول والفيضانات شهدتها مناطق بورزازات وأيضا تنغير والراشدية وفي جيج وميدلت في أعقاب زخات رعدية قوية تجاوزت مقاييسها 50 مليمترا في ظرف زمني وجيز. ومن بين المناطق التي سجلت بها الزخات الرعدية منطقة تنغير، حيث كانت التساقطات بمقاييس كبيرة تسببت في سيول وفيضانات ألحقت أضرارا بالمحاصيل الزراعية في عدد من الضيحات. عدا جانب الأضرار لهذه التساقطات في المقابل إيجابيات أكيد في هذه الظرفية التي يطبعها جفاف طالت وتتالت سنواته وتعمقت تداعياته. روبورتاج لحسن بن العالين، تحرير سعيد أجانا. تساقطات مطرية غزيرة عرفتها منطقة تنغير تراوحت مقاييسها بين 7 مليمترات و 25 مليمتراً. أمطار رعدية أدت إلى أضرار جسيمة في المحاصيل الزراعية وتدمير شبكة السقي بالضيعات الفلاحية. المهم البارحة طاحت الشتا في سيكيس، الناس راه خسروا لهم سميتو الفلاحة ديالهم، التفاح والبطاطيس. وفي الحقيقة سيف الدغنا ديجري قيد الدغ. صحيح أننا بحاجة إلى الماء، لكن النهر أصبح خطيرا جدا، لقد دمر كل المحاصيل الزراعية وتكبدنا خسائر كبيرة. ليكران الفلاحة جايين كما كتشوفوا باللي راه كان الواد سد علينا الطريق. الحمد لله على التساقطات اللي كاينين دابا بالنسبة للفلاحة. أمطار رعدية تسببت في قطع الطرق بمجموعة من المناطق، ما استوجب تدخل السلطات عبر تسخير موارد بشرية ولوجستية لإعادة فتحها في وجه حركة السير. عملية التنقية ديال الطريق من الأطرياب الناتجة عن السيول مستمرة من يوم السبت إلى غاية اليوم الاثنين. وذلك عن طريق شحن هذه الأطربة وتفريغها في أماكن مخصصة لذلك. مشهد رغم خطورته أعاد الأمل إلى النفوس. تساقطات مطرية طال انتظارها فجاءت لتنعش الموارد المائية في منطقة طالما عانت من شح المياه. هذه الزخات الرعدية وكمية الأمطار التي حملتها نتناولها في هذه النشرة من جانب وقعها على القطاع الفلاحي. وينضم إلينا مباشرة على الهواء من ورزازات السيد عبد العزيز أيتم بيريك، مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي هناك. أهلا وسهلا بك سيدي. بالنظر لخصوصيتها الجغرافية والمناخية، المنطقة ليست معتادة على أمطار بكميات كبيرة في حيز زمني قصير، لكن هذا الشكل من التساقطات ربما هو معطى مناخي جديد وجب التأقلم معه. ماذا عن وقعه على المحاصيل الزراعية في هذه المنطقة، وما نوعية هذه المحاصيل، وما مدى الخسائر التي طالتها؟ شكرا سيدتي على الدعوة. ففي الحقيقة بعد سنوات اللي هي صعبة فيما يخص الندرة ديال التساقطات المطرية، فهاد الأيام الحمد لله كان هناك تساقطات مطرية، ولو أنها تساقطات اللي جات بواحد الكميات كبيرة وبواحد يعني في وقت وجيز، اللي في الحقيقة أعطى عمر لنا جميع الوديان المتواجدة تقريبا في إقليم تنغير وبعض الأودية المتواجدة في إقليم ورزازات. هاد التساقطات المطرية اللي هي عندها
إيجابيات كثيرة على القطاع الفلاحي، بحيث أن الفرشة المائية إن شاء الله في هذه المناطق كلها غادي تحسن بشكل كبير، بالإضافة أيضا أن يعني المزروعات اللي متواجدة في هذه المناطق كلها الحمد لله تسقط بواحد الكمية اللي هي كبيرة، بالإضافة إلى الحمولة اللي جابوها الويديان اللي الآن وصلت تقريبا منها واحد 27 مليون متر مكعب اللي وصلت لسد ديال المنصور الذهبي بورزازات، وهذا الكمية كميات اللي ان شاء الله غادي تستعمل في يعني في سقي مساحات مهمه في واحه درعا اللي تاثرت يعني بشكل كبير من الندره ديال التساقطات المطريه. هاد التساقطات وهاد الحمولات المائيه في الحقيقه ردت انتعاشه كبيره لدى الفلاحين ديالنا، باش ان شاء الله يكون عندنا واحد كميه ديال المياه اللي يمكن لنا نبداو بها الموسم ان شاء الله في ظروف جيده، ونامل ان شاء الله انها تكون تساقطات اخرى باش يمكن لنا يكون عندنا الوفره، لان رغم هذه الكميات فتقريبا غادي تغطي لنا من الحاجيات ديالنا واحد تقريبا واحد حتى 20% الى حد الان، ولكن الحمد لله راه باقي الان التساقطات اللي كانت في اقليم تنغير يعني خصوصا اللي جايه في الواد دادس فهي الان متجهه نحو يعني سد منصور الذهبي اللي ان شاء الله غادي ينتعش كذلك بهذه المياه. فيما يخص طيب سيد امبيريك اجبتم الان عن ربما تناولتم الجانب الايجابي لهذه التساقطات المطريه وقعها على الوديان وعلى السدود، اعود اليك الى السؤال عن جانب الخسائر، ما الذي تم إحصاؤه من خسائر فيما يخص المحاصيل؟ وقد أحصينا للأسف في الأرواح يعني ضحيتان، ماذا عن المحاصيل الزراعية؟ فيما يخص يعني التأثير على المحاصيل الزراعية، ف هاد كما قلت هاد يعني المزروعات غالبا في هاد الاماكن اللي كاين فيهم الويديان، فالناس اللي يعني الضيعات ولا الحقول اللي متواجده في جانب ديال هاد الويديان، في بطبيعه الحال مع هاد الحموله الكبيره غادي يتقاسوا، ولكن التاثير تيبقى نسبي، ما غاديش يكون واحد التاثير اللي هو كبير بزاف بالنسبه للفلاحه، غير بعض المناطق اللي هي كان فيها السيوله كثيره، ولكن الحمد لله يعني يعني الضرر قليل جدا يعني نظرا يعني للايجابيات اللي غادي يكون اللي غادي تعطي لهذا القطاع الفلاحي. وبطبيعه الحال فحنايا بصدد ان نشوفوا هاد يعني التاثيرات السلبيه كذلك، لان باش ناخذوا اجراءات خصوصا في السواقي، بعض السواقي اللي تضرت اللي حنا الحاجه اللي تضرت ان شاء الله غادي يكون يعني الاصلاح ديالها من طرف المصالح ديال المكتب. شكرا لك السيد عبد العزيز ايتم بيرك مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، كنت مباشره معنا من هناك، شكرا لك. بعدما سجل من تساقطات النسبة الإجمالية لملء السدود زادت ب 2.01% اليوم مقارنة مع يوم أمس لتبلغ 27.71%، هي زيادة مهمة نسبيا لكن وقعها ليس بالكبير، ولو لم تغير كثيرا في المشهد بالسدود، يظل الخصاص مهول، فسنوات قلة الأمطار طالت وتوالت، 6 سنوات انحدرت معها حقينة السدود، ودخلت المملكة مرحلة طوارئ مائية تستدعي ترشيدا للاستهلاك. تستدعي المرحلة أيضا البحث عن موارد غير تقليدية للمياه، وهو ما تعمل المملكة حاليا على تنزيله من خلال إنجاز محطات تحلية مياه البحر. بإقليم الصويرة أعطيت الانطلاقة الفعلية لخدمات محطة تحلية ماء البحر بالجماعة الترابية تفضنا، والمشروع واحد من مشاريع برنامج تدخل استراتيجي مندمج يهم مختلف مناطق الإقليم التي تعرف ندرة في المياه الصالحة للشرب. روبورتاج سفيان بوعزاوي يونس صباح. هي المحطة المتنقلة الخامسة التي تنجز بإقليم الصويرة لتحلية مياه البحر. مشروع رأى النور بغلاف مالي وصل إلى 60 مليون درهم وبتمويل من وزارة الداخلية، وسيمكن 10 دواوير بجماعة تفضنا من الماء الصالح للشرب.
محطة تفضنا هي واحدة من المحطات الخمس المدمجة والمتنقلة لتحلية مياه البحر بإقليم الصويرة التي أشرفت على تتبع إنجازها الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي. القدرة الإنتاجية لهذه المحطات كتوصل 2500 متر مكعب في اليوم، وكتمكن من توفير الموارد المائية للساكنة العالم القروي اللي كتقدر بحوالي 67 ألف نسمة. محطة تفضنا لتحلية ماء البحر من فئة 5 لترات في الثانية، ومنذ إحداثها تمكنت من توزيع 7 ملايين لتر من الماء الصالح للشرب، ويأتي إحداثها للحد من تأثير الجفاف والإجهاد المائي الذي يعرفه إقليم الصويرة على غرار باقي أقاليم المملكة. احنا بالنسبة لنا خدامين ذاك الماء صراحة، حيت علاش دابا المشكل إلا كاين شوية الجفاف راه كيعلموك كيقول لك خاص تنقص الماء البراج تخوى البراج هادي خوا. المهم حنا الحمد لله بغينا مكرهناش باش يجي الماء للدوار باش نستافدو منه كلشي. عندنا الماء ديال السقايات وكنديروه في المطافي هادشي اللي عندنا. وبالنسبة لهاد المحطة التصفية؟ المحطة إلا كاينة راه مزيانة، ولكن يقدر تكون محط الاحتياط الاحتياط، حيت حنا دابا عندنا الماء ديال لونيب. بجماعة تفضنا عشرة الدواوير تؤمن احتياجاتها من الماء الصالح للشرب عبر تقنية المطفية أو خزان الماء أو السقاية، والساكنة تنتظر الربط الفردي بالماء الصالح للشرب. ومن بين الحلول المبتكرة أيضا لإيجاد بدائل للمياه للمصادر التقليدية للمياه تشييد عدد من محطات معالجة المياه العادمة لإعادة استخدامها في ري المساحات الخضراء والفضاءات فضاءات الجولف بعدد من مدن المملكة. نتابع نموذجا من مدينة مراكش في روبورتاج لحسن هبان رفيق أجومات. البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي الذي تم إعداده وفقا لتوجيهات الملكية يركز في جانب مهم على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة. هذه محطة معالجة المياه العادمة بمدينة مراكش افتتحت عام 2012 وتنتج 120 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا. منذ البدء بالتشغيل ديالها سنة 2012 هذه المحطة مكنات من سقي إجمالي ملاعب الجولف المتواجدة بمراكش التي تعد في 14 ملعب جولف حاليا، وكذلك اعتبارا من 2023 تم استعمال هذه المياه لسقي جهة 300 هكتار من مساحة الخضراء. على الصعيد الوطني تم إعداد وتنفيذ عدد من المشاريع التي مكنت من بلوغ حجم 37 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بصفة سنوية، تمكن من سقي 31 مساحة وفضاء لممارسة لعبة الجولف وعدد من المناطق الخضراء ب 17 مدينة على الصعيد الوطني. لدينا نظام داخلي نعتمد خلاله على المياه المعالجة بالكامل. نحن لا نسقي كل هذه الفضاءات الخضراء بالمياه الصالحة للشرب على الإطلاق، ولدينا نظام آخر منذ عام 21 و2000 نروم من خلاله خفض نسبة استهلاكنا للمياه بشكل كبير، ونقوم بتحسيس كل عمالنا. ديالنا قام بالاستثمار في إطار التكنولوجيا اللي كتهتم بإعادة هيكلة المياه العادمة، فقام بإنشاء مجموعة من لي باكا غريس اللي الهدف منها هو تصفية المياه والتقليل من المحتوى ديالها للمواد الدهنية قبل ما يتم الصرف ديالها نحو لستيب لستاسيون ديبوراسيون ديزو يوزي. وتم إطلاق برنامج إضافي طموح يسعى لتعبئة 137 مليون متر مكعب من المياه المعالجة في أفق سنة 2027. ضرب زلزال بقوة 5.8 على سلم ريشتر البرتغال فجر اليوم دون أن يتسبب في خسائر تذكر، ورصدت بؤرة الهزة في عرض البحر قبالة العاصمة لشبونة بحسب المعهد البرتغالي للبحار والغلاف الجوي، فيما أشار المعهد الأمريكي للجيوفيزياء إلى أن الهزة سجلت على عمق 17 كيلومترا. هذه الهزة استشعرت في إسبانيا وأيضا هنا في المغرب. نستمع لتوضيحات بهذا الخصوص في تصريح أدلى به للقناة الثانية ناصر جبور مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء. سجلنا فجر هذا اليوم 2
هزة أرضية متوسطة القوة في حدود 5.8 درجات على سلم ريشتر. هذه الهزة حددت بؤرتها في عرض سواحل البرتغال قريبة من العاصمة لشبونة. هذا الزلزال البحري شعرت به بعض الساكنة في بعض المواقع في المغرب، خصوصا الساكنين في العمارات العالية. بالنسبة للهزة الأرضية وقعت في صدع بحري هو امتداد لصدع قاري يمر قرب العاصمة البرتغالية. عدوان ومجازر الاحتلال الإسرائيلية لا يتوقفان في قطاع غزة. توصل القصف والغارات على مناطق مختلفة في القطاع، استشهد على إثرها عشرات الفلسطينيين في وقت تواصل فيه انهيار القطاع الصحي بخروج مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة، وفيما الوضع على حاله كارثي ولا إنساني. تخرج من حين إلى آخر تصريحات بخصوص وقف إطلاق النار. وقف لإطلاق النار لم يتأتى بعد، وقد اقترب العدوان من دخول شهره 12. البيت الأبيض أعلن اليوم أن المحادثات الجارية في القاهرة أحرزت تقدما، ومن المتوقع أن تتواصل على مستوى فرق العمل لعدة أيام. في ضربة هي الأوسع نطاقا منذ أسابيع، أطلقت روسيا حوالي 200 صاروخ ومسيرة تجاه أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وانقطاع التيار الكهربائي. وزارة الدفاع الروسية أكدت أنها استهدفت البنى التحتية المستخدمة لدعم قطاع الدفاع الأوكراني. ويأتي هذا الهجوم في وقت تواصل فيه أوكرانيا هجومها في منطقة كورسكا الروسية، وهو الهجوم الذي بدأ قبل نحو 3 أسابيع. بتعليمات من جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وفي لقاءين منفصلين استقبل كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، استقبلا كل على حدة رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية. تناول اللقاءان مع المسؤول الإثيوبي مسائل التعاون بين البلدين في مجال الدفاع. روبورتاج من الرباط، محمد بوبكر، أسامة غرامي. إدارة الدفاع الوطني بالرباط، المارشال بيرهان أوغوالا جيلالشا رئيس الأركان العام لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في زيارة إلى المغرب. أولى المحطات لقاء مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. خلال المباحثات استعراض وضعية التعاون الثنائي في مجال الدفاع وإمكانية تعزيزها. خلال هذا اللقاء أعرب المسؤولان عن ارتياحهما للمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. هي زيارة لتقوية الروابط بين إثيوبيا والمغرب في مجال الدفاع والأمن. رئيس الأركان العام لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في ثاني المحطات لقاء الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية. على طاولة الحوار تعزيز التعاون العسكري وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك. استقبال المسؤول الإثيوبي يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. الطفولة الإفريقية بين الهجرة والاستغلال والاتجار، ملف لقاء علمي انطلقت أشغالها اليوم بمراكش. يشكل اللقاء أرضية للنقاش الجاد وتقاسم التجارب والخبرات بين المشاركين من البلدان الإفريقية وتسليط الضوء على واقع الطفل الإفريقي. روبورتاج عادل بوزكري، تحرير سعيد أجنة. إبراز الأدوار التي تتطلع بها مؤسسة رئاسة النيابة العامة بالمغرب في مجال حماية الطفل إلى جانب تكريس الممارسات الفضلة في مكافحة شتى مظاهر العنف والمس بحقوقه الأساسية، مواضيع كانت على طاولة النقاش خلال افتتاح لقاء منتدى حوار القضاة الأفارقة. هناك مجموعة من الفرص التي ستتاح لنا لبناء شراكاتنا وتعزيز نقاط قوتنا مع الحكومة المغربية وبعض الدول الإفريقية الأخرى.
إنه لشرف وامتياز لي أن أكون هنا وأتقاسم المعارف والخبرات مع المشاركين. لقاء اليوم يكتسي أهمية كبرى، فمن خلاله سنتمكن من اقتراح استراتيجيات وحلول لحماية حقوق الأطفال على المستوى الإفريقي، إلى جانب بناء سياسة قوية للوقوف أمام كل أشكال العنف ضد الأطفال. هي مناسبة لتكريس وتعزيز الدور الذي تلعبه الجمعية المهنية للقضاة في إغناء الحوار والنقاش وتبادل الخبرات بين القضاة ومختلف المؤسسات القضائية. هذا المنتدى الذي جذوره في المملكة المغربية وفروعه في ما يناهز 18 دولة من البلدان الإفريقية سوف يعمل لمدة 3 أيام على تجسيد مجموعة من التوصيات حول منظومة الطفولة في إفريقيا وطرق حمايتها. لقاء خصصت محاوره أيضا للإحاطة بالانتهاكات التي تتعرض لها الطفولة الإفريقية، مع التركيز على الجانب المتصل بالمنظومة القانونية وكذا الممارسات القضائية في مجال حماية الأطفال. استعدادات وترتيبات أخيرة لإنجاح الدخول المدرسي 2024-2025 والذي يميز على الخصوص المضي بسرعة أكبر في تنزيل برنامج مدارس المدارس الرائدة. عدد هذه المدارس على المستوى الابتدائي سيرتفع هذا الموسم إلى نحو 2600 مؤسسة ابتدائية، على أن تنتقل التجربة إلى مدارس المستوى الإعدادي. من خنيفرة روبورتاج عبد الصمد الطعام. توفير الظروف المادية والبيداغوجية والانخراط الفعلي للفرق التربوية بهدف الرفع من جودة التعليم، هكذا أسست 628 مدرسة ابتدائية السنة الماضية نواة شبكة مؤسسات الريادة. المديرية مدتنا بواحد المجموعة ديال الوسائل التعليمية والتجهيزات، منها الحواسيب والداتا شو، واللي انعكس ايجابيا على التحصيل الدراسي ديال التلاميذ، حيث ان النسبة ديال النجاح بلغت عندنا في المؤسسة 98.93%. وستعزز الشبكة بداية السنة ب 2000 مدرسة ابتدائية جديدة و 230 إعدادية عمومية وفق نفس ظروف التأهيل، إضافة إلى التركيز على الأنشطة الرياضية والموازية، يقول وزير التعليم. الأنشطة الموازية اللي أولا تتساعد باش نقصوا من الحضر المدرسي وباش نطوروا بعض الكفاءات الحياتية عند التلاميذ، منهم العمل حول مشاريع مشتركة، منهم جانب ديال الابتكار، منهم جانب ديال الأنشطة اللي هي ثقافية اللي أيضا تساعد باش تفتح التلاميذ على مجالات جديدة. توسيع شبكة مؤسسات الريادة يندرج ضمن المشاريع الأساسية لخارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تراهن على تنزيل المقاربات البيداغوجية الحديثة. وعلى مشارف الدخول المدرسي وانقضاء العطلة الصيفية وفي الأسبوع الأخير من غشت، هناك من يحرص على الاستمتاع بموسم الاصطياف حتى اللحظة الأخيرة، وفي بحثهم عن ملاذ يقيهم حر الصيف وقد قاربت المعدلات 30 درجة بمدينة تمارة تحديدا، كثيرون وجدوا في شاطئ الأميرات هناك ضالتهم. روبورتاج أسامة غرامي، تحرير محمد بوبكر. الشمس بخيوطها الذهبية تضيء شاطئ الأميرات بتمارة، فيتدفق الزوار باحثين عن ملاذ هادئ قبل انقضاء عطلة الصيف. اليوم جينا من مراكش باش نجيو نتبحروا في البحر باش نستغلوا الايام اللي بقات لنا في العطله الصيفيه ديالنا. كل شيء اللي بقى في الصيف هذه السيمانه ولا جوج سيمانات تنجيو لهذا البحر هذا، خلينا نبروفيتيو شويه الوقت. في اجواء شاطئ الاميرات انغمس الزوار على قلتهم في احضان الطبيعه، هنا تلقت الرمال الذهبيه مع مياه البحر الصافيه لتمنح للمصطفين فرصه للهروب من لهيب الشمس واستنشاق نسيم البحر. وكنجيب الوليدات يتبحروا شي شويه ونبدلوا هذاك الروتين ديال الدار ديال الحياه اليوميه. هذا البحر ديال الاميرات زوين، المهم باقي شويه الرمله ديالو زوينه وجديد، المهم وكيصبح زوين خاوي. شاطئ الاميرات يبعد على مدينه الرباط بحوالي 20 كيلومترا، مما يجعله وجهه سياحيه ومقصدا مثاليا لقضاء اوقات ممتعه بعيدا عن حراره الصيف.
من أنباء نشرة أيضا رحل إلى دار البقاء الصحفي جمال براوي عن سن تناهز 69 عاما. الراحل كان واحدا من الوجوه الإعلامية الوطنية وتقلد مناصب المسؤولية في عدد من الجرائد. جثمانه ووري الثرى اليوم بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء. حمزة أيت مسعود. إلى مثواه الأخير انتقل جمال براوي ووري الثرى عصر اليوم بمقبرة الشهداء بحضور العائلة والأصدقاء وشخصيات جاءت لتوديع إعلامي وصف بالاستثنائي. نودع اليوم إعلاميا متميزا ورجلا صادقا مارس هذه المهنة وهو القادم من عالم الاقتصاد بشغف، وكان يؤمن بتطورها، وكان يؤمن بأن هناك إمكانيات للتغلب على كل المصاعب التي تواجهها. كان قلما وطنيا استثنائيا، صحفيا بصم مسار صحفة المكتوبة في المغرب بالكثير من الكتابات. عندما كان يدافع عن القضايا الوطنية فكان يدافع عنها انطلاقا من مبدأ ومن واقعية عالية دون محاباة ودون تجمل، وعندما كان ينتقد فكان ينتقد بنقدا بناء من أجل مغرب أفضل. إذا وافقت جمع بين الصحفي والمحلل. جمال براوي كان مدافعا عن القضايا الوطنية وسلط الضوء قيد حياته على المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من زوايا معالجة نالت اهتمام المواطنين من كل الفئات. إذا بغينا نعطيو السياسة النوبل في المغرب اللي خصنا نمشيو بها بزاف ديال المكاشفة وبزاف. أنا كنت جمال لقد كان جمال صحفيا مقتدرا بامتياز ليس فقط من خلال كتاباته ولكن أيضا عبر تأثير شخصيته على المغاربة الذين كانوا يستمعون له. من منا لا يعرف جمال ولم يطلع على أعماله؟ هي لحظة صعبة، فقد فقدنا شخصا فذا يصعب تعويضه. إلى دار البقاء غادر جمال بعد معاناة مع المرض. الراحل اشتغل رئيسا للتحرير في عدد من المنابر الإعلامية المغربية وساهم في تطوير المشهد الإعلامي وفي تنوير الرأي العام الوطني. إن لله وإنا إليه راجعون. ونختم النشرة من فرنسا إلى حيث وصلت الشعلة البارالمبية اليوم، حيث ستمر بحوالي 50 مدينة قبل الوصول إلى العاصمة باريس. وعلى غرار الألعاب الأولمبية سيقام حفل الافتتاح في الهواء الطلق بين جادة شانزليزي وساحة الكونكورد وسط باريس في 28 من غشت الجاري. في ختام المسائية إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. زخات درعا تفلة الرعدية تخلف خسائر في الأرواح، ضحيتان إحداهما انتشلت جثتها اليوم. في ظرفية جفاف حاد تحلية مياه البحر أحد المصادر البديلة التي تعمل المملكة على توفيرها. المغرب إثيوبيا بحث عن تعزيز للتعاون في مجال الدفاع، رئيس الأركان الإثيوبي في زيارة إلى الرباط. لإعادة مشاهدة النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزيم.ما وتطبيق ماي دوزيم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.